فلازم اعمل لك مفاجاه كبيره النهارده معانا المستشار زين. سياده المستشار اتفضل اتفضل تعالى. ايه رايك في المفاجاه؟ لا اتفضل بس لسه من ساعه ساعتين. لا اتفضل بس لسه هنقعد هنقعد. طب ايه اتفضل بس على واقفين بس عشان نشوف الكاميرا. كنت قاعد بتغدى معاه النهارده يعني قاعد بتغدى معاه النهارده وكنت قلت لي طيب. لا قال لك ايه بس ايه رايك في ايه رايك في المفاجاه؟ لا لا مفاجاه حلوه طبعا. طب يلا نخرج لفاصل عشان نكمل مع المستشار زين ابو علي زين.